مصر قبل بداية التاريخ كانت عبارة عن مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. كان لكل مملكة رمز بيميزها وتاج مختلف، لحد أما جه الملك مينا ووحد مصر، وأصبح مهمة كل ملك إن هو كمان يبقى موحد القطرين. فكرة التوحيد خلقت رموز وألقاب وكلمات أضافت سحر للكتابة الهيروغليفية وللغتنا القديمة. وبعد لما أتم الملك مينا توحيد بلده، اتخذ نفسه وانبعده جنوب مصر ألقاب ملكية. والنهاردة في برنامجنا لغتنا القديمة هنتعلم إزاي نميزهم ونفرقهم عن بعض.